السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين هدفين أوروبيين لرياض محرز، يعني وين يضع 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 ماجر في الثلاجة، بدأ حطه في الفريقو. صحيح روح يا غادي تبقى صحيح نورمال متهدرش. البارح قلت صلاح، اليوم محرز ردك مع صلاح، ردك الرول قعد ريح. لارض حميدة لارض، هذه هي لارض حميدة لارض. وين ساهم اللعاب الدولي الجزائري رياض محرز يعني بقوة مساء الثلاثاء في صناعة فوز ساحق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 5-0 على المضيف نادي بروج البلجيكي. ولعب هذه المباراة في بلجيكا برسم الجولة 3 من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا، وسجل جناح رياض محرز هدف الثاني في الدقيقة من ركلة جزاء في الدقيقة 43 والأخير في الدقيقة 85، ورفع محرز غلته إلى 6 أهداف بزي الفريق الأزرق السماوي في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم مركز 6 ونصفه في رابطة ونسبه في رابطة أبطال أوروبا، فضلا عن حيازته عن رصيد تمريرتين حاسمتين. وقدم محرز عروض فنية راقية، وكان أفضل لعاب في النادي فوق كما نقولوا احنا بارمي ليفانتيا جوار، وكان أفضل لعاب فوق مستطيل أخضر. وعن الفوز الأول لذاته يواجه فريق باريس سان جيرمان، يعني شأن كيفاش يلعب باريس سان جيرمان أمس، يعني وين كان الشوط الأول كانوا مع النادي الألماني وين مانشستر سيتي، يعني نقولوا مانشستر سيتي نقولوا وين صبح عنده نقولوا باللي 6 نقاط، يعني وفي الجولة الرابعة مقررة تنظيمها بتاريخ 3 نوفمبر المقبل يلعب محرز وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع الضيف نادي بروج البلجيكي، ويواجه فريق باريس سان جيرمان خارج قواعد النادي الألماني. وبعد 6 جولات يتأهل الرائد والوصيف للثمن النهائي رابطة أبطال، ويتحول صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدور الأوروبي، بينما يخرج المتذيل ترتيب من المزمار. تنقيط رياض محرز، نتكلموا على التنقيط وين سحق يعني رياض محرز النادي البلجيكي، يعني وين حصل وين نقولوا باللي وين نقولوا بتلك النتيجة ارتقى السيتي إلى صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، يعني قدامنا تكمل البارتية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث، وشارك كل لقاء وسجل هدفين. تنقيط رياض محرز من موقع هوردا سكورد أحسن تنقيط بعلامة 9.1 يعني بين 21 لعاب. حنا المهم رياض محرز لم يهمنيش لعب، هذو الأرقام كاع في صالح رياض محرز، هذو الأرقام اللي يساعدوا رياض محرز فاش يساعدوه يعني في التنقيط، يعني تاع احسن لاعب في العالم، احسن لاعب في افريقيا، هذا التنقيط قاع يخدمه، يعني هذا التنقيط قاع يخدمه. وإن شاء لنا رياض محرز افضل لاعب في المباراه مانشستر سيتي وكلوب بروج، وشارك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز اساسي في مباراه فريقه امام نادي بروج، يعني وسجل قائد الخوض هدفين في المباراة التي فاز بها يعني ب5 أهداف لهدف. وبعد المباراة وين تحصل على 9.1 كأفضل لعاب في المباراة اليوم، شيء لون أكاسي لولا تدي 100 جوان تايا في الأخر في تدي تايا 100 جوان، يعني قاعد كل نجوم تدي 100 جوان تدي 9.1 في المباراة، صحابك خرجوا صحابه قاع خرجوا، شتي الاولى ما هي سهله هذه، متالي ما هي سهله متالي قاع. وين رياض محرز وين اللعاب لي نقولوا باللي اللعاب لي ما
كاش كيفو رغم ان الانتقادات المحللين العرب بالخالي تشوف تشوف هذاك طارق دياب هذاك اللي يهدر قال لهم حبه من حبه صالح احسن. صالح منفوخ اعلاميا برك منفوخ اعلاميا وين محرز يعني في نادي الناس اللي كانوا ناس خبثاء. كاين خبثاء كاين اللي يقول لك ايا جماعه ماذا بكم طيحوا على غوارديولا عايروه. هذيك ماشي مليحه هذيك ماشي مليحه. كاين اللي يقول كاين اللي متمني محرز يخرج مانشستر سيتي. مانشستر سيتي راني نقول فيها ونعاود احسن فريق في العالم احسن مدرب يدربهم في العالم يعني احسن لاعبين في العالم راهم فماك راهم محطوطين. تفكش تا باريس سان جيرمان تلعب ميسي ميسي مكمل ميسي راه في الكريدي دور صايك. تفكش مانشستر يونايتد بكريستيانو راه في الكريدي. انتوما تشوفوا كرة ما عاد كي نشوفوا كرة القدم حنا ماشي انتوما ما عاد كي تشوفوا كرة القدم. بولا ما عاد كاكم تشوفوها بولا راكم تشوفوا فيه بولا ما على باليش كيفاش راكم تشوفوا فيها. بقى حاير انا ما نكذبش عليكم محرز يعني ما محرز يلعب في نادي كبير ومحرز راه اصلا نهار اللي تكلمت مع خوش قال لي ما قال لي رياض قال لي راه في السيتي باش يربط القاب قال لي روح النادي وخد اخر شوف نجيبو باش يغير فريق من الفريق الفريق نحكمو على ماندي. راك تشوف ماندي مسكين يعني التأقلم بالخطة ماندي وين كان في البيتيس يلعب ثلاثة يعني ثلاثة خمسة زوج كان يلعب كيما من بعد انقلبت كات كات دو يعني شوف كيفاش مازال ما الحظ ما ساعدهش بدل الفريق الحظ ما ساعدهش. كان في بيتيس يطلع يماركي ماركه للريال ثلاث خطرات ثلاث مواسم وكل خطره يماركي لهم. كان مسيط البارسا مي كانت البارسا كان مسيطهم الحظ ما خدمهاش. شوف تتحوس على محرز في وقت حساس يروح يلعب في نادي واحد اخر. محرز راك حاسب عنده مذنين طوال كيما الناس اللي هم يتبعوكم عنده مذنين راك غلط. هنا وين جانا وين تمكنا محرز من توقيع ثنائيه وين يقود السيتي لتجاوز عقبه كلوب بروج يعني وين شعلنا كيفاش وين خلال المرحله الثانيه وقع النجم الجزائري هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه السيتي في مرمى كلوب بروج وانقاد الجزائري رياض محرز يعني نتيجه كانت يعني نتيجه كانت كبيره باداء كبير. وحنا رانا من الماتش الماتش نقولوا محرز راه خاتش عليه نقولوا بلي افضل مباراه على المباراه اللي فاتت قلنا افضل مباراه هذه نقولوا افضل يعني محرز راه من المباراه المباراه راه يطلع في الريت يطلع سايك ما صاي يطلع في الريت عطى لي بابور يمشي وحده طلق راه غير يوخر من الطريق دخل لوطورود محرز دخل لوطورود قلع من صاي في لوطورود راه الكليون طوغا شاكالا يجي على بالنا بلي غادي يجي نهار بالك السيمانه الجايه محرز يريح بالك محرز غادي يلعب السيمانه الجايه نهار السبت يلعب ويريح السيمانه الزاوجه يريح ومن بعد يدخل لو تروا يلعب كونتر كلوب بروج يعني يلعب هادو لي ماتش يريح ماتش ومن بعد يدخل كونتر كلوب بروج يعني يلعب باش ما نغلطوش روحنا على نغلطو روحنا غنشوفو بلي اللاعب هذا اللي راه يلعب في نادي عالمي نادي كبير يلعب في نادي كبير بعد يخرجوا لك الاعلام بيان سبور شعبويه بيان سبور ولا شعبويه ماشي ولا شعبويه والخبثاء. انا كي نقول لكم بلي انا على بالي اش كاين تروح تسقسوا حافظ الراجي يعطيكم الريط اش كاين علاش يا رب حافظ الراجي يعطيه الريط اش كاين اش كاين باغيين يخرجوه ماشي باغيينه يدي تشامبيونز ليغ ماشي باغيينه خاطر كي يدي تشامبيونز ليغ صلاح ما يوليش يبان خاطر شكون اللي يخدموا بزاف البيان سبور شكون مصريين المصريين خدموا بزاف بعد يجيك واحد يقول لك يا ودي
وين يجيك واحد يجي يبغي يريع على محرز، روح وين يروح؟ انتوما صايبينها ماده اعلاميه خاصه في اليوتيوب وين دخلوا بها دراهم تلبوا، انت ما كان والو، كان والو قاعد على كلاصو محرز بروحو بروحو رياض يكذب قاعد هدرتكم يدير بوبيل ساك بوبيل، عيط للكاميو تاع لا بوبيل قول راه بداو مالي يقيسوا، هذه هي متاليه كاع كيما كان محرز يخدم معاكم. نقولوا بلي ودي السكتوا عليه صح شكروه، راكم تشكروا فيه شكروا فيه، نهار اللي ما يلعبش عايلو غوارديولا، نهار اللي يلعب ويخسر عايلو دي برينو عايلو، هيا كل خطره وكيفاش خطره، انتوما احنا نعرفوا المسلسلات تاعكم نعرفوهم.